يا عم هلعب بيه يا عم. قلت لك المره اللي فاتت قلت لي يا عم هلعب بيه وهديهولك. انت في ايه؟ مش عارف في حاجه. انت عارف هعرف انا بطلعك ازاي؟ انا عرفت انجز. رد عليا. خليك عقل راجل. كتب لي يا حمار. يلا روح روح. تيم ماتش ليتس جو. عايز اطلع شغل المره دي. مش هبيعه، انا هاخد العب بيه بس على البيت ومش عارف اغير فيه حاجه. ماشي تعال في الشغل حاجه. بس انا لو لقيت حد بيفتح وانا بلعب بيفتح ما اطلع على اليمين خالص عادي. ماشي يا عم العب عليه ساعتين بالليل بس. اليمين ايه العب عليه بس. انت مش عايز تكتبوه. انت مش عايز تكتبوه. هتكتب ولا لا؟ يا عم هتكتب ولا لا؟ والله ما عارف ليه. خد اللي جايب لو عايز انقذه. ولا مش عايز افتح لك حاجه. عايز انقذه بدون اللي جايب. خدهم دول اللي جايب. لو عدوا مش هتاخد ده. خد خد مش على كده. خلاص خلاص. قال لي فعل بس بيكون معاه ما بقولكش لا. ها؟ خلص. لا مش طالع منك. عندك مانع؟ افتح انا بعد مش طالع. خلص الدوم وبعدين باخد. اطلع مش كاتبه لك. خلص الجمعه بعد الصلاه. تعالى لما اقول لك اشتري لي حاجه. انمي داون. والله طب افتح لي الايميل اللي غير ده. انا عايز العب على الايميل بتوعك. افتح لي الايميل ده. انجز يا عم. خلص الدين يا عم. جيب يا عم انجز. No mercy. ده بنجز وقت يا اخي. وصلنا من ساعه. لا انا بطلع. هو طبعا cover me.
of the match is over, and the red team is in the lead. No mercy! Killing spree for the blue team! Victory!